نعم. في الحديث لا أعرف معني مدى صحته، فيما معناه لا سبق إلا في ثلاث: خف أو نصل أو حافر. ما رأيكم في من يقيم سبق مثلا في الدجاج أو الحمام؟ والله شوف يا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، السبق يعني العيون، عرفت؟ لأن هذه الأشياء يستعان بها في الحرب والقتال، فمن أجل هذه الفائدة أباح الشارع العوض فيها. فإن كانت دجاجتك يستعان عليها في القتال، تركب عليها وتكر وتفر، فلا بأس، وإلا فلا. الحمام الآن يقام مسابقات بينه، لا يجوز حرام، حتى ولو كان عوض أو بدون عوض، سواء بعوض أو بدون عوض. أما بعوض فظاهر لأنه ميسر، وأما بغير عوض فلأنه منهار. فالإنسان إذا فتن بالمسابقة في الحمام صار ليله وصار ليله ونهاره كله مشغولا به، إما جسما وقلبا وإما قلبا، فدعها. سباق الآدميين يعني مثلا، سباق الآدميين فيه مصلحة، يدخل في ماذا؟ يجوز بلا عوض، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سابق عائشة، هذا ما في شيء، يعني فيه مصلحة للإنسان، ولكن بدون عوض. بدون عوض. عزم عندك حمام ما سبق عليه؟ ليش؟